صح خطأ. رايت 3 4 2. تفضل هو تفضل. السؤال الثالث، أول جملة نقرأ الجمل إما هي صح أو خطأ. طبعا هذا موجود أيضا بالتمارين. أول جملة: In the past, people told stories. في الماضي الناس أخبروا القصص. In the past, في الماضي الناس أخبروا القصص. هاي جملة true ولا if؟ صحيحة أم خاطئة؟ جملة هاي قياسا حسب النص ثانية صحيحة. T. جملة 2: They only managed. هم فقط رتبوا to entertain their audience، بأن يسلوا أو يمتعوا جمهورهم. هم فقط يعني رتبوا أن يسلوا الجمهور. هاي جملة true ولا if؟ نعم. إذا زي أول اللي هم فقط رتبوا ليسلوا جمهورهم. جميل خاطئة. تمام. هن طبعا رتبوا أن يسلوا، أن يعلموا، أن يعطوهم دروس أخلاقية، give them moral lessons. تمام. إذا هاي الجملة خاطئة. if 3: كان يا مكان is the traditional beginning of all cases in English. كان يا مكان، كان يا مكان هي البداية التقليدية. Is the traditional beginning هي البداية التقليدية of folk tales، القصص الشعبية في الإنجليش. هي البداية التقليدية للقصص الشعبية في الإنجليش بالإنجليزية ولا بالعربية؟ إذا هي جملة خاطئة أيضا. نعم. F. 4 4: People were able to travel easily. الناس كانوا قادرين أن يسافروا easily بسهولة. الناس كانوا قادرين يسافروا بسهولة. جملة بالنص طبعا هي بعكسها تماما. Weren't able to travel easily. لم يكونوا قادرين أن يسافروا بسهولة. تمام. إذا لم يكن معناتها الجملة F أيضا. طيب. 5 5: People couldn't remember long stories. الناس لم يستطيعوا أن يتذكروا قصصا طويلة. تمام. الناس لم يستطيعوا أن يتذكروا القصص الطويلة. هاي الجملة لا صحيحة. نعم. ما استطاعوا يتذكروا. نعم. أما الحكواتية عكسها تمام، عكسهم تماما. استطاعوا أن يتذكروا قصص وروايات طويلة. نعم. ستوري تيلرز. جملة 6 6: ستوري تيلرز وير ايبل تو. كانوا قادرين to talk for days، يعني يتكلموا لأيام. كان عنده المقدرة أن يتكلموا لأيام. نعم. هاي الجملة أيضا صحيحة. T. تمام. إجابات موجودة أسفل الصفحة. أتأكد من اللون. هي إذن 1 T 2 F 3 F 4 F 5 T 6 T. نعم.